بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز للأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. إذا مبروك للمنتخب الوطني الجزائري الفوز بهذه المباراة وحصد النقاط الثلاث، مبروك للاعبين وللكوتش جمال بالماضي 30 مباراة بدون هزيمة، صراحة رقم كبير جدا ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم على هذا الإنجاز. مبروك للاعب إسلام سليماني، تحطيم رقم تصفاوت كأحسن هداف وكأفضل هداف للمنتخب الوطني الجزائري. صراحة إسلام سليماني مثال عن اللاعب الطموح، اللاعب الذي يصبر، اللاعب الذي يريد شيء ما ويصل إليه. صراحة يعتبر مثال لكل اللاعبين ولكل الشباب الجزائري، فمبروك له ألف مرة. إذا سحق المنتخب الوطني الجزائري ضيفه منتخب النيجر بست أهداف مقابل هدف واحد. رياض محرز استطاع أن يفتتح النتيجة بهدف ومخالفة جد رائعة كما عودنا. كان له هدفين في هذه المباراة، في جولي سجل هو كذلك هدف جميل. المدافع سليمان سجل ضد مرماه، أما الهدف الخامس والسادس فكان من نصيب النجم الجزائري إسلام سليماني، والذي تمكن بفضلهما من تحطيم رقم تصفاوت. إذا الشوط الأول، بعدما شاهدنا الشوط الأول كان صعب نوعا ما على المنتخب الوطني الجزائري، بحيث أن المنتخب النيجر أغلق كل المنافذ واستطاع أن يصمد أمام هجوم زملاء اللاعب رياض محرز. لكن الشوط الثاني وبفضل تعليمات الناخب الوطني جمال بالماضي وبفضل إصرار اللاعبين تغير كل شيء، وتمكن المنتخب الوطني الجزائري من اكتساح منتخب النيجر وتسجيل 5 أهداف كاملة. إذا كتيبة المنتخب الوطني الجزائري، اللاعبين قدموا أداء رائع خاصة في الشوط الثاني. صراحة محمد الأمين عمورة يعتبر مكسب كبير للمنتخب الوطني الجزائري، يستحق التواجد مع الخضر، وأنا شخصيا أتمنى أن يحصل على دقائق أكثر. يوسف عطال كذلك قدم مباراة في القمة، الدفاع كان في المستوى ما عدا الهفوة التي حدثت في لقطة الهدف، ولكن صراحة الدفاع قدم مباراة رائعة، وسط الميدان كذلك، والهجوم بدون تعليق 6 أهداف كاملة. إذا ما شاء الله، نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المباريات إن شاء الله. المركز الأول للمنتخب الوطني الجزائري ب7 نقاط بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو الذي فاز اليوم على جيبوتي ب4 أهداف مقابل لا شيء. إذا نتمنى أن يواصل المنتخب الوطني الجزائري في سلسلة اللاهزيمة، نتمنى حصد النقاط الباقية إن شاء الله من أجل تصدر المجموعة والوصول للمباراة الحاسمة من أجل التأهل لكأس العالم بقطر. إذن مرة ثانية مبروك للمنتخب الوطني الجزائري، مبروك للاعبين، وكذلك ألف مبروك للاعب إسلام سليماني، أفضل مهاجم في تاريخ الجزائر. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.